مرة جديدة يخرج وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لإطلاق المواقف، مرة باسم الشعب اللبناني وما يريده، وأخرى للتلويح بشروط لمساعدة لبنان في سياسة تعودت الإدارة الأمريكية على اعتمادها. ولكن إدارة ترامب تبدو الأكثر وقاحة بالتعاطي مع الملف اللبناني من وجهة نظر الإعلامي والمحلل السياسي سالم زهران. بومبيو لم يكتفي بالقول لنا إملاءات في الاقتصاد وفي الحكومة وفي التعاطي مع مكون أساسي هو حزب الله، بل ذهب أبعد من ذلك ليخاطب الشارع وليحدد مطالب الشارع ومتى يخرج هذا الشارع ومتى يبقى وكيف يرفع من وتيرته. نعم، بومبيو بالأمس كلامه كان أشبه بكلام الوالي في زمن الاحتلال، كلام بومبيو بالأمس في غاية الفجور، وهذا مردوده إلى أن الأمريكيين يحاولون تجميع أوراق لترامب عشية الانتخابات المقبلة. وفي الوقت الذي بدأ فيه لبنان اتصالاته ولقاءاته مع عدد من الدول العربية والأجنبية بغية عقد اتفاقات والحصول على مساعدات، عمد بومبيو إلى فرض أمر عمليات يتعلق بهذه المساعدات. كلام بومبيو لم يكن غمزا أو همسا في مسألة عدم مساعدة لبنان، بل على العكس كان في غاية الوضوح وتقديري. أراد بومبيو بالأمس أن يقول نحن نفاوض باسم صندوق النقد الدولي، وبالأمس كان واضحا في حديثه أن صندوق النقد الدولي يوافق أو لا يوافق إلا إذا كان كلمة الفصل لنا كإدارة أمريكية. بومبيو بالأمس تكلم باسم المجموعة الغربية، وتقديري تكلم أيضا باسم المجموعة العربية. فبومبيو بالأمس أعطى أمر عمليات واضحة إلى ثلاث: صندوق النقد الدولي، الغرب والعرب، لأننا نحن نحدد المسار في العلاقة مع لبنان. بومبيو خلال حديثه عن أن الحكومة هي حكومة حزب الله أراد بحسب زهران الغمز من سياسات الحكومة وليس الهدف تغييرها. هو لم يكن مباشرا أو حاسما في وضع هذه الحكومة عند حزب الله، بل قال لا نريد حكومة يسيطر عليها حزب الله، وهذه العبارة مطاطة وتقديري الشخصي أنها تفتح الباب للتسوية حتى مع هذه الحكومة، لأن المطلوب تغيير سياسات الحكومة وليس الحكومة بحد ذاتها. أنا لم أقرأ في خطابه أمر عمليات واضح بتغيير الحكومة، أكثر منه كان كالعادة حضور عنوان حزب الله. إذن هي المرة الجديدة في غضون أسابيع قليلة التي ينبغي فيها المسؤولون الأمريكيون في الحديث مباشرة عن الملف اللبناني وفرض الإملاءات عليه، وفي ذلك إشارة إلى أن الوضع في لبنان سيبقى رهينة قرار واشنطن وما تسمح به لنفسها ولحلفائها بالقيام به لإخراج لبنان من أزمته الاقتصادية.